أول حاجة بدايتي في الهاندبول كانت عن طريق أخويا سامح عبد الوارث، هو اللي حببني في الهاندبول. أنا كنت حابب إن أنا ألعب كورة زي أي طفل من وأنا صغير، بس هو طبعا أنا شفته كبرت، شفته قدامي نموذج كلعبة مختلفة بالنسبة لي، كانت لسه ما تعرفتش في مصر بالطريقة اللي هي الموجودة دلوقتي. بدأت أتابع معاه، بدأت أحضر ماتشات وأنا صغير معاه، بدأت إن أنا أحب إن أنا أبقى موجود ومتواجد معاه دايما في الملعب، وإحنا في البيت دايما على طول إن أنا أبقى متواجد يعني في اللعبة دي. اتشدت ليها، بدأت إن أنا أشتغل على نفسي فيها، بدأ هو يحفزني، بدأ هو يتكلم معايا في الهاندبول. كانت بدايتي كانت في نادي التصنيع في حلوان. سامح في البداية ما كانش حابب إن أنا أجي النادي الأهلي في البداية، حابب إن أنا أبدأ أشتغل على نفسي الأول وبعد كده أبدأ أوصل للمرحلة اللي أنا أقدر أشرف بيها نادي الأهلي وأشرف بيها عيلتي. فبصراحة ده كان تفكير بالنسبة له أنا ما كنتش فاهم وأنا صغير حتة زي دي، بس بدأت أفهمها. كانت بدايتي أول تسجيل ليا وأول بطولة ليا كانت جوه النادي الأهلي بتيشيرت النادي الأهلي، من وأنا تقريبا 12 سنة بدأت في النادي الأهلي، بدأت في مشوار مع مجموعة فريق الشباب بتاعنا جيل 84. بدأت بعديها إن أنا طموحي بدأ يزيد، إن أنا عايز أبدأ يعني أبقى في خطوة زيادة بالنسبة لي إن أنا أوصل للفريق الأعلى مني الأكبر مني اللي هو السن الأكبر مني، إن أنا أبدأ أتصاعد زي ما إحنا بنقول عندنا في الهاندبول. بدأت أشتغل على نفسي كويس، بدأ المدربين إن هم يشوفوا إن أنا أبقى أخذ الفرصة، وفعلا خدت الفرصة وقدرت إن أنا أحافظ عليها. بدأت إن أنا ألعب مع الجيل الأكبر مني، لعبت معاهم كاس عالم شباب كان في البرازيل، بعديها كملت بقت المسيره مع جيل 84. الحمد لله كان بطوله افريقيا شباب كاس عالم كنا واخدين مركز سابع. دي كانت بدايه المشوار، وانا بعد بطوله افريقيا بدا المنتخب الاول بدا ان هو يبدا يشوف ان في لاعب موجود من النادي الاهلي سنه صغير عنده مميزات يبدا ان هو يبقى متواجد معاهم. بدات ان انا اشتغل على الحته دي، بداوا ان هم صراحه كان تحفيز كبير جدا منهم. بدات ان انا كانت بدايه مسيرتي مع الفريق الاول، لعبت كاس عالم 2005 كان في تونس، دي كانت اول بطوله ليا رسميه مع الدرجه الاولى مع الفريق الاول. طبعا قبليها كنت مع الفريق الاول في النادي الاهلي، طبعا لعبت في وسط عمالقه كابتن جوهر نبيل، كابتن اشرف عواد، الناس من الاجيال اللي طبعا صنعت الهاندبول في النادي الاهلي ومنتخب مصر. بدأت المشوار من أول بطولة اللي هي كانت كأس عالم في تونس، بعديها بدأت أخد خطوة في التانية، بدأت إن أنا أبقى متواجد داخل فريق الأول في النادي الأهلي، إن أنا يتعمل لي إن أنا أبقى متواجد معاهم، إن أنا أبقى ليا عقد موجود في النادي الأهلي. دي كانت من ضمن الطموحات إن أنا أبقى متواجد وأبقى ألعب باسم النادي الأهلي وألعب بتيشيرت النادي الأهلي اللي أنا اتربيت عليه دايماً. بدأت المشوار، بدأنا مع المنتخبات بطولة كأس عالم، بطولة أفريقيا، النادي الأهلي طبعا كل التواجد معايا يعني كان ناس بتدعمنا 100%، ما كنتش أنا لوحدي طبعا، كان كل المجموعة اللي كانت موجودة في النادي الأهلي. بدأنا نشتغل على كده، بدأت إن أنا أبدأ أفكر في طموحات إن أنا أبدأ أسافر. جالي ساعتها بعد كأس عالم اللي كان في تونس، جالي إن أنا عقد احتراف نادي الشارقة الإماراتي، كان في 2005 بعديها او 2006 تقريبا على ما اتذكر. بس طبعا كان ساعتها النادي الاهلي كان حابب ان انا ما اطلعش دلوقتي، ان انا ابقى متواجد جوه النادي الاهلي، ان انا لسه قدامي فرصه ان انا اثبت نفسي اكتر، اطلع بشكل اقوى، ان انا ابقى متواجد معاهم. انا طبعا ما اتكلمتش في اي حاجه مع النادي الاهلي، وعمري ما هتكلم مع النادي الاهلي، ده هو بيتي وده اهلي ان انا متربي فيه. فطبعا ان انا طبعا نفذت القرار طبعا على طول ان انا ابقى متواجد مع النادي الاهلي. الحمد لله بدات اشتغل على نفسي، بدات ان انا احفر اسمي جوه النادي الاهلي زي النجوم اللي كانت موجوده. اخر سنه ليا كانت جوه النادي الاهلي كانت سنه 2018، دي كانت اخر حاجه ليا كانت موجوده ان انا اكسب بطوله افريقيا كانت هنا في النادي الاهلي.
واخد دوري المصري. وساعتها دي كانت اخر حاجه ليا كانت جوه النادي الاهلي. بعديها جالي عقد احتراف في نادي الوحده الاماراتي. رحت لعبت سنه، بعد كده رجعت، كانت قبل السنه اللي قبل كورونا على طول. بعد ما رجعت حصلت اصابه معايا، فبعد ما رجعت الحمد لله ان انا رجعت حاله استشفاء بتاعتي، بدات ان انا استرجع تاني قوايا تاني. بدات ان انا هشوف، هفكر العب، لا مش هكمل اللعب. فهي دي الحته. ساعتها كان جالي تليفون من مسؤولين في النادي الاهلي هنا، قالوا لي ان انت حابين ان انت تبقى متواجد معانا جوه الفريق الاول، تبقى تاخد خبرات التدريب. فطبعا دي كانت احسن حاجه في حياتي، ان انا فرحت طبعا ان انا النادي الاهلي بيقول لي تعالى كمل مشوارك بعد اللعب، تكمل مشوارك في التدريب. فطبعا ما اتاخرتش عليهم، ودي كانت المسيرة كلها.